مساء الخير، هنبدأ بقى نكمل مع بعض موضوع المنصة الجديدة بتاعت كيبك مقاطعة كندا واسمها أريما. تمام، احنا كنا وصلنا عملنا اكونت بإيميل وباسورد، بس دلوقتي الصفحة اللي هسيب لكم اللينك برضو بتاعها هي دي قدامنا. هنبدأ ندخل الإيميل اللي احنا كنا عملناه في الفيديو الأولاني، واللي برضو ممكن نحط لكم اللينك بتاعه مع الفيديو. تمام، الإيميل أهو اللي حطيناه والباسورد اللي اتفقنا اللي بيبقى فيها 3 أو 4 فيتشرز عشان تمشي الدنيا في الباسورد وتتقبل. حرف كابيتال، حرف سمول، أرقام والعلامات المميزة زي الآد بتاعة الإيميل أو الإس دولار أو كذا حركة اللي شفناهم في الفيديو اللي فات. تمام، هيبدأ يخش معانا. طبعا ما ننساش حركة اللي احنا قلنا عليها، موضوع الترجمة اللي خليها دايما اللي هي دي، ايوه ترانسليت، دخل الاوبشنز هفتحها. ده في الطبيعي تقريبا بيبقى نيفر ترانسليت، بس انا هخليها اولويز ترانسليت فرنش عشان على طول يجيب لي بالانجلش. وعلى فكره لو حد عنده مش بيترجم وعنده اي استفسارات بموضوع الفرنش يتواصل معانا برضو هنظبطها له. طبعا برضو هنخش على لاين، ودلوقتي اللاين بقى قليل قوي زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، ان دلوقتي 100 واحد، كان قبل كده بيبقى فيه 15,000 اول يوم فتحوا، وتاني يوم الناس كلها كانت فاكره ان كله بيلحق يخش وكله بيخش يتفرج وخلاص. دلوقتي طبعا يبان التفاعل الحقيقي مع الموقع بقى اللي هو ايه، على مهله تلاقي 80 واحد، 90 واحد هو اللي واقف، اللي هي اوضه غرفه الانتظار الوهميه اللي هم زي ما بيسموها. فمش هناخد وقت طويل في الانتظار، وهتلاقي على طول الدور بتاعنا جه، خلينا منتظرين مع بعض، مش هتاخد يعني ثواني. طبعا زي ما اتفقنا ان كل ما بتفتح السايت ده وتخش على الاكونت بتاعك بيبقى قدامك وقت محدد ممكن خلاله تكتب الحاجة، بعد كده بيفصل وبيطلع اوفلاين، ودي اعتقد للامان بتاعنا كلنا. الاكونت بيفضل مفتوح لك المفروض لمدة شهر بس ان انت تقدر تكمله، وده اللي هنشوفه دلوقتي. It's your turn، او دورنا جه، هيحول لنا اوتوماتيك من غير ما ندوس اي حاجة على الصفحة اللي احنا عايزينها. ايوه، هي الصفحه دي شفناها قبل كده. تمام، عشان بس بفكركم، 3 خطوات الاساسيه في تقديم الهجره. اول خطوه اللي احنا بنعملها دي اللي احنا نملى البيانات بتاعتنا ونعمل فايل لينا. تاني حاجه، لما نبعت الفايل زي ما هنشوف في نهايه الفيديو، هننتظر لو الكلام ده مناسب لطلباتهم اللي ممكن نناقشها في فيديو تاني بعد كده. هيبعتوا لنا دعوه ان انت تبدا بقى خلاص تحضر الورق اللي يعبر عن الكلام اللي دخلناه في المرحله دي. يعني قلت انا متجوز هجيب عقد جواز، قلت انا معايا لغه هجيب شهاده اللغه، وهكذا. وبعد كده لو هيمشي بروسيدور لغايه لما يتقدم على البي ار برضو من هنا، من تاني خطوه من هنا اللي هي تو سبميت اور فولو الستيتس بتاعت البيرمننت سيلكشن. احنا دلوقتي الفايل هنرجع للخطوه فيها عشان ما نسرحش. الخطوة اللي احنا لسه بنعمل فايل ده هيدخلنا على الصفحة بتاعتنا المفروض. يعني هو طلع، هو زي ما بنقول اليومين دول في مشكلة في الموقع نفسه، عادي مش مشكلة، وارد. عشان بس حتى هنعملها معاكم برضه مش هنقطع الفيديو، بحيث ان ايه، ان تبقى وارد ان يحصل لك ألف أي حاجة من الكلام ده كله. افكركم برضو موضوع ترانسليشن، وتخليها اولوز ترانسليت فرنش. تمام، هو دخل معانا الخطوه اللي احنا كنا مستنيينها. احنا النهارده كنا عاملين الاكونت اللي هو يوم 23/9، وهو زي ما قلت لكم هي ليك شهر عشان تكمل الحاجات. تمام، ده رقم الفايل، نوع الفايل اللي بنقدمه اللي هو الديكلاريشن اوف انترست، وده اسم النظام اصلا الهجره دلوقتي الموجود. الديبوزيت ديت ده التاريخ اللي انت هتحط فيه الفايل، هترمي فيه الفايل اكنك هترميه في صندوق كده، ده في نهايه الفيديو هنشوفه. والستيتس دلوقتي طبعا انت لسه شغال في الريجستريشن. تمام، هنبدا مع بعض، يا اما تدوس على الرقم ده على طول دبل كليك، او ان انت تنزل تحت كده وتجيب الصفحه يمين شويه هتلاقي ال3 نقط دول، هتدوس عليهم ونقول continue my registration. تمام، بيحمل اهو. دي بقى الخطوات الفعليه اللي هنبدا نعيشها بسرعه واحده واحده مع بعض. اول حاجه البيرسونال انفورميشن،
الحاجات دي كلها تبقى مكتوبة، لأنك أنت عملت أكاونت أوريدي هتلاقي اسم العيلة، الاسم الأولاني موجود، أسماء تانية أنت بتتسمى بيها مش هنضيفها طبعا ملهاش لازمة، النوع ذكر أنثى موجود طبعا، وتاريخ الميلاد برضو مرناه، مدينة الولادة وبلد الولادة كل ده موجود. هيبقى الجديد اللي هنملاه هنا الجنسية، الفيرست سيتيزن شيب، واللي هتبقى مصري طبعا، معاك جنسية تانية هتكتبها، معاكش هتكتبها برضو مصري. تمام، في ناس معاها 2 جواز سفر او كده يحط الجنسيتين عادي. بعد كده هندخل رقم الجواز، طبعا انت محضر الورق جنبك وتكتبه بسرعة. تمام، بس وطبعا البلد اللي بعد كده، البلد اللي عملت الجواز زي مثلا في الحالة بتاعتنا دي مثلا ايه، مصر. بعد كده اهو الايميل، مفيش مشكلة خلاص، اوريدي داخل قبل كده. بعد كده السؤالين ده يعني بيقول لك انت قبل كده هل عندك ريفرنس نمبر خدته قبل كده من وزارة الهجرة هناك؟ بتقول لو قلت اه هيطلع لك طبعا انت ايه، تحط رقم الريفرنس ده، لو لا زي الحالة بتاعتنا هيبقى لا وخلاص، يبقى اتقفلت. ساعات الموقع تلاقي معلق كده بيبقى كاتب يس، بس ايه تعرف ان انت اخترت صح، نو، تراجع تاني واكتب نو، ممكن ما يغيرهاش، بس ما فيش الدليل ان انت فيش الاختيار التاني اللي ظهر على جنب. فالتاني على طول برضه لو ليك رقم قبل كده مع وزارة الهجرة او فتحت ملف هجرة يعني هنقول نو من الاول. تمام، شايفين برضه عيوب الموقع، خلينا شايفينها، يعني مكتوب يس ونو، بس هي نو ونو، وزي ما اتفقنا نو دي اللي اكدها لنا ان ما فيش رقم الفايل. خلاص، مجرد ما احنا وصلنا لنهاية الخطوة دي بيتعمل علامة صح خضراء على اسم الحاجة، اهي personal information بقت خضراء، معناها ان حضرتك كملتها. تمام، تاني حاجة بتبقى already اتملت خلاص ما نجيش جنبها، هي contact information. دي بسرعة كده عشان نشوفها برضو، contact information بيبقى اللي هو الحاجات اللي انت دخلتها في اول مرحلة، العنوان، التليفون، بس. تمام، بعد كده هي الحاجات دي معلهاش علامة خضراء، المفروض نبدأ نكملها. اول حاجة الفاميلي سيتويشن، بس اول حاجه انت بتدخل الحاله بتاعتك. تمام، سواء سنجل، متجوز، سباوز اوف اكت، دي معناها دورنا عليها كده معناها ان زي جواز على الورق كده، بس احنا ايه هنختار مثلا في الحاله بتاعتنا دي مارد، او انت ممكن سنجل يبقى خلاص مارد. هيبيقول لك هل مراتك او زوجة يعني او الزوج في الحاله دي هيسافر معاك، هنقول يس. تمام، بس هتبدا اللي هو يقول لك دخل اسم الزوج او الزوجة اللي هو الطرف التاني اللي مش بيقدم، الطرف التاني. تمام، يا ريت نركز في الحاجات دي. خلاص، دي طبعا لو مفيش اسم هنا مفيش اسم اول، الكلام ده مش في حالتنا كمصريين يعني او كعرب عموما، بس فيها ليه اسماء تانية بتستخدمها؟ لا طبعا مفيش. بس النوع طبعا خلينا فاكرين ده اللي هو مش صاحب الملف ده، الزوج او الزوجة الطرف الاخر يعني. خلاص، دي زي ما اتفقنا ممكن نكتب من غير ما نفتح النتيجة، ومجرد ما تكون حافظ الطريقة، السنة الأول وبعد كده الشهر وبعد كده اليوم. خلاص، نفس الكلام برضو، هل الزوجة أو الزوجة أخد قبل كده ريفرنس نمبر أو رقم لحالة يعني؟ لأ. هل الزوج كومبليت، هل الزوج كمل في الحالة دي؟ اه، انا مثلا لو انا مثلا عملت فعلا الطرف التاني ده عمل لنفسه وعمل نفسه بيانات قبل كده، هتقول اه دي هاف شيلد. هل عندك ولاد هيسافروا معاك مثلا؟ لو قلت نو خلاص خلصنا. لو قلنا ايه زي في الحالة بتاعتنا دي هيتفتح لك ان انت تحط الولاد اللي هيسافروا معاك. تمام، اول اسم مثلا اهو. تمام، برضو نحط اسم العيلة، وبعد كده الاسم الاول بتاع الولد الطفل، النوع بنختار النوع، وال تاريخ الولادة زي ما اتفقنا، السنة، الشهر، اليوم. خلاص، ده كده انت ضفت ولد أو بنت من الأطفال، بيضاف لك على طول أهو اسم الأخير، اسم الأول، تاريخ الميلاد. هنضيف ولد تاني نقدر طبعا، إن شاء الله ما كل ربنا يخليهم الولاد كلهم اللي عندك تقدر تضيفهم. برضو هنضيف اسم الأسرة، اسم العيلة، وبعد كده اسم الأولاني، وبعد كده النوع ذكر أو أنثى، وتاريخ الميلاد نفس الشيء برضو، السنة، وبعد كده الشهر واليوم. خلاص، دي كده ضفنا الولد التاني، هو كده ضفنا الأولاد اللي هم هيسافروا في الهجرة معاك. خلاص، وطبعا هو دايما يقول أي حاجة عليها علامة النجمة دي معناها إن هي لازم تتكتب. تمام،
علامة النجمة اللي هي دي نشاور عليها بالماوس اهو، او دي، كل ده لازم. والدليل ان انت لو جبت كام هتلاقي حاجة من الاتنين، يا اما دي ما غدرتش لسه اهي، فمستويشن دي معناه ان هي لسه في حاجة ناقصة، حتى مكتوب سيكشن ايرور معناه ان لسه في خطأ، ان انت ما كملتش في معلومة ما كملناش. هننزل تحت هنلاقي نفسنا فعلا في حاجة ما عملناش دي بعد ما كملنا الولدين. بس خلينا نشوف طيب ايه اللي ما كملناهمش. احنا قلنا مارد وقلنا هاي معاك اه سباوس بيرسونال انفورميشن، قلنا اهو رجائي اذر نيم ايوه بالظبط. شفت فين الغلطه؟ لازم تدور، عشان كده كويس ان احنا بنشوف الاخطاء مع بعض. هل هو زود قال لك ايه المفروض يحط ال file number of declaration of interest، دي لازم تكون جايب الرقم بتاعك. انا في الحاله دي فعلا كنت بالصدفه مصوره على الموبايل، المفروض بقى انت تعمل كده ان انت تصور الرقم بتاعك. تمام هنحطه اهو، الرقم ده هوريه لكم في الاخر بيبقى موجود فين عشان تعرف ايه الرقم اللي هتملاه. تمام بس يبقى كده المفروض نطلع نلاقيها اخضرت فوق. بس تمام كده اخضرت معناها ان انت كملت كل البيانات. هنخش بعد كده على الخطوه اللي بعديها اللي هي السكولينج، ودي من الخطوات اللي هنلاقي فيها حاجات شويه كده ايه ممكن تقف قدامنا، بس هنوضحها دلوقتي. السكولينج اول حاجه هو بيقول لك كملت حاجه فوق التعليم الابتدائي، غالبا طبعا اي حد متقدم لهجره زي كده اكيد غالبا هيبقى مكمل حاجه بعد الابتدائي. تاني حاجه دي حاجه اسمها كومباراتيف ايفالويشن اوف ستاديز، دي دورنا عليها كده، دي معناها ان انت تكون عدلت، مش المعادله العاديه بقى لا، انت بتكون عدلت زي درجات في كيبك نفسها اللي هي المقاطعه دي، وهو ليها نظام تاني ممكن نعملها فيديو منفصل خالص ان انت ازاي تعملها واضح، لان دي ممكن يكون ليها درجات. في المرحله دي هنكتبها نو لان اغلبنا مش هيكون عاملها. عاملها طبعا، وفي يس هتلاقي نفسك ان انت بيكتب لك ان انت ممكن بعد كده تضيف رقم الملف نفسه. تمام انما احنا زي ما اتفقنا في الحاله دي هنعملها نو نو، بنلاقي كل اللي تحت اختفى خلاص. ده هي بقى الحاجه اللي فيها الكلام، هي موضوع الدبلومه. الدبلومه دي اللي هو البكالوريوس بتاعنا او الحاجه اللي انت خدتها فوق التعليم الابتدائي حتى لو كان ثانوي، هو ده اللي هتضيفه هنا خلاص. اول ما بنفتح دي تعليمات كده نقول له كمل اخدتها منين، هنكتب طبعا مثلا مصر، وده مثال، واي حد عنده مشكله في الموضوع ده ومش عارف يكتبها ممكن يتواصل معانا نساعده. الدراسه بدات امتى؟ هنكتب مثلا سنه 2007 زي ما اتفقنا، السنه الشهر، عندنا الدراسه بتبدا في شهر 9 وخلصت مثلا 2012 مثلا اللي هو دور مايو، او احنا هنسميها ايه شهر 6 مثلا. تمام يفضل طبعا لو في شهادات معاك ومعاك التواريخ مكتوبة بالظبط يا ريت، لانك في لحظة القبول لازم تقدم ورق بنفس المعلومات الموجودة. خلاص احنا كده خلصنا اللي هي اول خانة في الدبلومة. بعد كده بقى دي اللي هتعمل لنا شوية مشكلة، دي مجرد ما هيبقى في 3 خطوات مطلوبين منك دلوقتي. ايه العنوان العام بتاع الدرجة اللي انت واخدها؟ زي مثلا ممكن تكتب ثانوي اللي هو secondary stage، او اللي هو دبلومة، او اللي هو البكالوريوس زي ما بيسموه، وهنا دي اللي كاتب اللي هو باتشلر ديجري. هي دي بقى كانت الحاجة اللي ممكن قعدنا ندور فيها فترة لغاية لما وصلنا لها. لما تكتب الكلمة دي بالطريقة دي هيظهر لك 4 اختيارات، هتظهر هتختار أول اختيار اللي هو الباشلر دبلومة، هي دي اللي هتختار. يعني مثلا المثال اللي عندنا دلوقتي حد مثلا بكالوريوس تربية. تاني حاجة يقول لك ايه اسم اللي هي الهيئة أو النظام اللي أنت خدت منها، مثلا جامعة اسكندرية، هتكتب الكسندرية، لازم تكون الحروف مظبوطة عشان البحث يطلع لك بطريقة مظبوطة. هنلاقي تاني خانة اهي اسمها الكسندرية يونيفرستي، وزي ما اتفقنا اي واحد عنده مشكله في الموضوع ده يتواصل معانا. اخر حاجه اللي هي بقى الايه الدراسه نفسها، فمثلا هو المفروض تربيه بيقول بكالوريوس مثلا ايه اداب وتربيه، بس احنا هنكتب الكلمه العاديه اللي هي education ونعمل سيرش اهو، هنلاقي ايه الاختيارات بقى اللي طلعت لنا في education english department social، هو ده اللي هو literature and education قسم french. يبقى كده احنا تقريبا كملنا الحاجة كلها. بيجي يقول لك ان الدبلومة دي او البكالوريوس ده يعادل في كيبك او في كندا حاجة بالاسم ده اللي هي برضه درجة بكالوريوس، والفيلد اوف تريننج اللي هو الفرنش ان جنرال اند ماذر تانج هو بيسموه البي اي سي.
خلاص. من هنا بقى الخطوه اللي كنا قلنا عليها، انت ممكن تعمل كومباريتيف ايفالويشن، هو عملها لك هنا. لو دوست على دي هتتحولك لصفحه تانية، في طريقه وفي بقى فلوس بتدفع عشان تعمل الخطوه دي، اللي واضح ان هي ممكن يكون عليها درجات او تضيف للملف. احنا هنطلع منها دلوقتي، هنكمل نقول فاليديت. فاليديت خلاص، زودنا البكالوريوس وكل حاجه تمام. خلاص بعد كده هو هيقول لك هل انت هل في اي هيئه في كيب الجامعه او كده تعرف الدبلومه اللي انت واخدها دي او معادلها لك او حاجه زي كده. طبعا غالبا لا، لان لما انت تجاوب يس هتلاقي ان في اختيارات كلها من هيئات جوه كندا اللي احنا اوريدي ما نعرفش عنها حاجه، فهنكتبها نو. خلاص تقريبا برضو ان احنا كده خلصنا الحاجه دي، فعلا السكولنج اتعمل عليه علامه صح. خلاص بعد كده هنخش في البروفيشنال كارير، اللي هو انت اشتغلت قد ايه. تمام، هو عايز منك بالظبط اللي انت اشتغلت ايه في اخر 5 سنين، يعني النهارده 24 23 9 2018، من تجيب له من اول 23 9 2013. الموال بقى اللي هو كاتبه ان انت لازم تكون مفيش يوم تكون مفوته الا ما تكون كاتب انت عملت فيه ايه. قال لك مثلا مثال، لو انت مثلا سبت شغلانه يوم الجمعه وبديت شغلانه تانية يوم الاثنين، لازم تقول انت كنت ان السبت وحد دول مش متعين او ان امبلويد. تمام، حاجه تانية برضه، لو حد مثلا واحد ست واخده اجازه مثلا رعايه طفل او كده لازم تحددها. واحد واخد انترنشيب زي تدريب مثلا عشان شغله واخد اجازه، انما لو انت واخد مثلا اجازه السنويه العاديه اللي كنا بناخدها دي مش هتتكتب، يبقى انت في شغلك عادي. هنعمل اد عشان نزود الشغل، هنعمل مثلا ستارتنج ديت، بدينا مثلا 2013 تمام، 2013 شهر 2 تاريخ 1/2/2013 مثلا. خلصنا 2014، خلينا نكون تمام 2016، آسف 2016 طبعا كل حد وتاريخه. 2016 شهر 2 تاريخ 1، والإند ستيج كان 2017 شهر 2 تاريخ 6. بس طبعا دي انت لو مكمل مثلا، لو انت بادي مثلا 2016 بادي من 2013 لغاية دلوقتي، مش هتكتب التانية وهتكتب I still have this occupation، اللي هو العلامة دي المفروض تعلم عليها. تمام، دي كده ال occupation نفسها بقى، بتختار طبعا فول تايم ولا بار تايم ولا ترينيه تدريب بس. بارنتال ليف دي اللي هي الاجازه اللي هي امومه او لحد واحده ست ولدت يعني. ورك ستوبنج مفيش شغل الفتره دي، ان امبلويد مش متعين، والفولنتير لو انت كنت متطوع في حاجه. كل دي حاجات هو لو انت عملتها بت ايه بتختار. خلاص احنا هنا في الحاله دي هنختار فول تايم ده. تايب اوف امبلويمنت طبعا بتختار بيد امبلويمنت، اللي هو ان انت بيدفع لك راتب شهري، ودي اغلب الحالات. كونتراكتور دي معناها اللي هو المقاول. سيلف امبلويد اللي انت صاحب شغلك يعني. كوميشن امبلويمنت اللي انت شغال بالنسبه او بالكوميشن. هنا نختار البيد امبلويمنت تمام. بس التايتل هكتب مثلا this is name of the company or organization. school مثلا، هل انت صاحب الشغل ده؟ هتقول له نو. ال country or territory المكان مثلا اشتغلنا فيه، مثلا احنا في هذه الكويت. وهنا برضو ممكن تكتب اللي هو ال province، دايما هنا في شبه الكويت برضو. عدد الساعات مثلا، كانت نفترض الشغل مثلا من 7 لـ 4 يعني حوالي 9 ساعات، 9 بتضرب في 5 أيام يعني حوالي 45 ساعة. بتشوف عدد الساعات اللي انت بتشتغلها في الأسبوع وبتحسبها وتطلعها. تمام، في بقى حاجة اسمها اللي هو الإيه الناشونال الأوكيوبيشن، ده هو ده المفروض الكود بتاع الشغلانة دي بره. تمام، انت طبعا لو مش عارفه المفروض بتخش على السايت ده اللي هو ليبر ماركت انفورميشن سايت، بيخش معاك سايت تاني خالص عشان تطلع اللي هو زي بيسموه كود الشغلة. كل وظيفة هناك في كندا المفروض بيبقى ليها كود معين. هول اوف كيبك هوز نيم، بس انت مثلا تدخل مثلا لو مثلا عايزين مدرس لغة فرنسية مثلا اللي هو الفرنش تيتشر، هنحاول ندور على الموضوع ده. طبعا هنا ما طلعش حاجة،
ممكن نطلع مثلا نكتب teacher. ممكن نجرب education، طلع طبعا اللي هو ايه بقى موضوع ال education، طلع حوالي 22 وظيفة. هو الرقم اللي احنا بندور عليه ده زي الحالة الأولى مثلا، دي manager مثلا اللي هو ال NOC، ده الرقم اللي هتدخله. elementary and secondary school teacher assistant، لا مش هو ده اللي عايزينه. بتقلب لغاية لما توصل للوظيفة بتاعتك. هنا في 3 صفحات، هنخش الصفحة التانية مثلا. في early childhood college and other vocation secondary school teacher، أيوة اللي هو ده، اللي هو ده المدرس الثانوي. هنحفظ الرقم ده وهو ده اللي هندخله في الحالة دي مثلا 40-3-1. تمام، يبقى هندخل هنا 40-3-1، هتلاقي اوتوماتيك هو يمكن يحط لك اهي الجوب تايتل اللي كتب، اللي هو طبعا بالفرنش اللي هو مدرس في المدارس الثانوية. خلاص ده هنعمل كونفيرم في الآخر، وزي ما اتفقنا أي حاجة واحد واقف معاه الوظيفة بتاعته مش عارف يختار، ممكن نتواصل مع بعض ونحل له المشكلة. خلاص كده الوظيفة اتضافت، وكده يعتبر خلصنا تقريبا الركن ده. نتأكد إن العلامة المفروض اغدرت، ما غدرتش هنا يبقى أكيد في مشكلة معينة. ممكن المفروض تدوس على دي وتعمل edit، قد يكون احنا في حاجة مختارناهاش. يبقى هو التاريخ، البداية، النهاية، النوع، التايتل، اسم الشغل، المكان اللي انت بتشتغل فيه، الكانتري، البروفنس، ساعة العمل، ان او سي. المفروض ده احنا خلصناه كله، ولسه المفروض ما غدرتش. هل ممكن تكون حاجة معلقة على السايت؟ برضو نحاول نقفل ونفتح تاني يعني. طيب خلينا مكملين ونرجع لها في آخر حاجة. تمام، كل ده وارد أثناء ما انت بتشتغل على السايت يقابلك، يعني مفيش مشكلة. دي هل انت عندك جوب اوفر تقدم لك من الوزارة هناك في كندا؟ غالبا الأغلب نو، لأن لو ايز ده طبعا يبقى انت زي ما بيقولوا كده عديت. مجرد هو سؤال واحد اغدرت اهي معانا. بعد كده بقى اهم حاجه اللي هي موضوع اللغات دي، ودي هنقف عندها شويه. احنا هناخد مثال هنا اللي هو اللغه الفرنش الاول. هنا طبعا هو بيقول لك انت هل انت خدت شهاده تثبت ان حاجه تعبر عن اللغه اللي عندك. طبعا مقصود فرنش مثلا زي تي اف، التي سي اف، الدلف، الدلف، الكلام ده كله. طبعا في ناس تقول لك ايه يا عم اكتب دلوقتي اي حاجه وبعد كده ممكن ايه تخش الامتحان بعديها وكده. لو جربنا هنقول يس تمام، ونقول اد خلاص. هو ايه هيقولك طبعا ايه تيست اوف دبلومة ار تيست، انت بتختار اسم التيست. وده هنفترض مثلا احنا طبعا في الحالة دي احنا معانا في امتحان، بس خلينا نشوف. هنختار مثلا اختار واحد ايه تيف كندا، وقال بقى ايه زي حد هيتفزلك كده ويقول ايه انا داخل اي حاجة دلوقتي وبعدين. طيب هيقولك كانديد نمبر اوف سيرتيفيكت، يعني زي رقم الجلوس وكده. طبعا انت مش هتبقى عارف الديت اوف تيست، هنفترض ان انت ممكن تدخل فيه اي حاجة. طبعا هندخل التاريخ الصح عشان نستثمر الوقت. تمام، احنا المفروض انت تبقى جايب الشهادة ديت معاك برضو، وده التاريخ مثلا اللي هو 7 يونيو 2018. تمام، النيم اوف ابروف سنتر، انت بتدخل برضو اللي هو ايه اسم المعهد. هنختار برضو ان ممكن واحد امتحان شوية داخل يقول لك ايه المعهد الفرنسي في الكويت. تمام، كل ده مش هيبقى فيه مشكلة. فرنسيز فرانسيز دو كويت، ده طبعا باللغة ايه الفرنش الفرنسية بتاعتهم. تمام، سيتي فين، مكتوب كل ده مكتوب المفروض في الشهادة، بس هنفترض برضو ان واحد ايه ما امتحنش وجاب المعلومات دي من أي شهادة قدامه أو حتى خدها من الفيديو دي وكتبها هي هي. هنشوف اللي هيحصل في الآخر. طبعا إيه عايزين نشوف المدينة أو البلد، آسف، أهي الكويت.
طبعا زي ما اتفقنا برضو، بس بتكتب كويت مثلا مكتوب كازاخستان مع انك مختار الكويت، هي لا هي اختار الكويت تمام مفيش مشكلة فيها، وبرضو بتأكد وبتحط الكويت تلاقي مختارة ايه ما بتتعدلش مفيش مشكلة، هو السيستم للأسف فيه المشكلة دي. خلاص أول حاجة بقى هو ايه، هيقول لك ايه الأورال إكسبريشن، طبعا اتفقنا ان اي واحد هيحط اي حاجة خلاص، ده مثلا هتختار الليفل، انا طبعا هحط نتائج حقيقية بس في نفس الوقت يعني نفترض الحالة إن حد بيألف يعني نشوف في الآخر هيحصل إيه. طبعا في اختيار إن أنت ممكن ما طلعلكش نتيجة للموضوع ده. بعد كده تاني ability، بتختار الجريد اللي أنت خدتها وبتجيب الدرجة تمام، وبعد كده تالت ability وبعد كده الابيليتي الاخيره، وزي ما احنا متفقين ان احنا مفترضين ان احنا حد بيألف يعني ماشي. في بس حاجة يمكن أنا عكستها تمام، بس أنا كده دخلنا الأربعة. هنقول بقى أي واحد ده إيه، طبعا بس زي ما اتفقنا هو الحاجة الوحيدة اللي مقدرش يفتي فيها رقم الجلوس، هنقول تو كونفيرم طبعا مش هتمشي، لازم يدخل رقم، يبقى معنى كده إن أنت لازم تكون فعلا واخد امتحان ومخلصه وطالع نتيجته تمام. الموضوع ده مهم جدا طبعا، حد يقدر يقول مثلا ايه طب ما ناخد الرقم اللي في الفيديو ده، بس للأسف هيبقى مش الاسم هو هو، تعتبر حالة كذب وهتبقى فيها مشكلة كبيرة، يمكن بيقفلوا عليك في كندا لمدة 5 سنين أكتر أو أكتر. خلاص احنا حطينا الرقم أهو ونعمل تو كونفيرم، خلاص اتضافت طبعا نتائج الامتحان ودي تمام. الإنجليش سكيلز مثلا في الحالة بتاعتنا دي هنقول نو، غير كده طبعا هيطلع لك لو انت قلت يس بسرعة نبص عليها، لما بتعمل ايه طبعا بيطلع لك المفروض ليه اسم الامتحان، هتحط الايلتس وتحط برضه اللي هي الرايتنج السبيكنج كل الابيلتس، احنا هنعمل كانسل لان هنا مفيش نتيجة وهنعملها نو تمام. زي ما اتفقنا برضه بتعمل نو بتفضل مكانك كويس، بس اللي اتضح لنا مفيش كلمة اد، يبقى انا مجاوب صح خلاص. احنا كده تقريبا نرجع خلاص هي غدرت، فاضلنا بس البروفيشنال كارير، هي دي اللي ايه اللي لسه ما غدرتش، هنحاول نفحص مع بعض كده عشان نوصل ايه سبب المشكلة. طبعا يمكن سبب المشكلة هنا ان انت اللي احنا عملنا من 2016 ل 2017 قد تكون سبب المشكلة ان احنا المفروض كنا نحط الاول فاضي، يعني من اول نكتب من 23، ده اعتقد هي دي السبب المشكلة، ان احنا لو قلنا من 2013 شهر 9 تاريخ 24 لغاية سنة الشغل اللي قلنا عليها 2016 يبقى شهر 1، واحد ده اتفقنا اللي احنا unemployed، عشان كده اعتقد هو المفروض السطر ده نضيف، وده مش بعد الـ unemployed يبقى انت قفلتها له، هتضيفها التانية وبعد كده طبعا، يبقى انت الاول من 2013 لغاية دي، وبعد كده اشتغلت يوم 1/2 لازم بعد كده تضيف له في الفترة اللي هي من 7 بقى، من 7/2 2017 اهي، من 7/2 2017 لغاية اللي هي still have this occupation اللي احنا اخترناها لغاية وقتنا هذا مفيش تاريخ نهاية برضو unemployed تمام. طيب بس برضو كده انت قفلت له، هنكتب تو كونفيرم، المفروض كده غطينا له الفترة، هل اقدرت؟ بس اقدرت يبقى هو ده زي ما اتفقنا السبب اللي كان قفلنا الحاجة كده. احنا كله لو شفناها خلاص احنا كده كله قلب معانا اللون الاخضر في كل الاختيارات،
ما عدا الكونسنت في الاخر بقى، دي اللي انت بتمضي ان انت موافق على كل حاجة طبعا، زي ما احنا بنعملها دايما على طول. اي اسرائيز، انا اشهد، انا اقر، من غير ما نقرا. شاطرين احنا في الموضوع ده. بس خلصنا، بس انت بتعمل، لما خلصت كل ده بتعمل ريكورد عشان تخزن وما يضيعش منك مجهودك ده كله. بتشوف حاجه اسمها فيو اسامري اللي هي تاني خطوه تحت دي، عشان تشوف الملخص. هيدي لك ملخص ظريف كده لكل اللي انت كتبته. هتقرا طبعا بسرعه، الموضوع مهم. الاسم، الايدنتفاينج اهو، الفاميلي نيم، الفيرست نيم، النوع، تاريخ الميلاد. هتقرا بقى واحده واحده، تلف مثلا جواز السفر اهو، نمسكه مع بعض، نراجع الرقم تمام. الايميل برضو مهم جدا، لان هو ده اللي هيجي عليه كل المراسلات. كونتاكت، العنوان، او مثلا هنا في مثلا غلطة، دي في مثلا غلطة اللي احنا مثلا لو كانتري المفروض اتكتب كويت، دي مثلا مكتوبة ايجيبت، دي لازم نرجع لها كويس. التليفون، الفاميلي، طبعا الحاجات اللي احنا تعبنا فيها في الوقت ده كله بنقراها بسرعة جدا، هيبقى بسهولة المراجعة يعني. ده السباوز، رقم ملف بتاع الزوجة أو الزوجة، الأولاد اللي حاطينهم، بتقلب كله لغاية لما توصل للنهاية. مش هننسى ال أنا برضه نراجع الدرجات تاني. خلاص تمام، أنا كده تقريبا كله خلصناه. هنقول له أوكي، بس عايزين نرجع تاني للخطوة اللي احنا كنا قلنا إن فيها مشكلة في العنوان تقريبا، أعتقد في الكونتاكت انفورميشن هو ده اللي فيها المشكلة. أيوة، أي كانتري أو تريتوري، هل من حقنا بقى اللي احنا نغير ولا لأ؟ أعتقد دي عشان من الأول خالص، من الداتا الأولانية. يعني anyway، احنا طبعا نقدر نغيرها في البروفايل بتاعتنا، ما فيش مشكلة. بس احنا دلوقتي عايزين نشوفها. خلاص يعني نعتبر كده خلصنا وكل الداتا تمام. تمام، هنعمل ديبوزيت. ديبوزيت دي معناها انت كأنك بتحط في الصندوق. هيجيب لك الخطوات الأولى هو الفاليديشن has error for the section، أو قال لك أول حاجة بيقول لك أنت عندك مشكلة في الفاميلي سيتويشن وفي البروفيشنال كارير. طيب خلينا نرجع تاني نشوف ايه الفاميلي والبروفيشنال كارير. هنرجع نحط هنا الفاميلي سيتويشن. مالتي يس، احنا عايزين نعرف ايه المشكلة هنا. هو المشكلة هنا قال لك ان الزوج محددش اللي انت عامل كليم هنا، الاكسبريشن اوف انترست. check if this number match your spouse number. بس يبقى دي الحالة دي اللي احنا المفروض نشوفها. تمام، دي اول حاجة قال لك فيها مشكلة. خلاص في الفاميلي هادي المفروض نظبطها، وممكن نرجع نكمل تاني الفيديو ده. طيب هنا المشكلة اللي قابلتنا ان هو لما دخلنا عملنا الطلب بتاع الزوجة، ان هو قال لك ان الزوج ما كانش مأكد ان هي كانت مقدمة declaration of interest. ودي بتحصل ان انت مثلا تيجي تقدم لنفسك وكملت، وجا لك السؤال بتاع الزوجة هل هي مقدمة. طبعا في اللحظة دي كانتش مقدمة، فقلت لا وقفلت وتمام وعملت deposit او خلاص يعني سقطت الملف بتاعك وقدمته يعني. فتيجي تقدم للزوجة وقفها لنا ان انت مش عامل لزوجتك ان هي عامله. فالحل هنرجع اهو
لأكاونت الزوج، وهنيجي عند السؤال اللي هو هل مراتك is your spouse completing a declaration of interest؟ فدي اللي هنعدلها ونقول له yes. لما نقول له yes طبعا هيقول لك دخل رقم الملف ده. طبعا حضرتك بتبقى مخزنه عندك، انا مخزنه عندي مثلا على الموبايل، بسرعة نطلعه ونكتب الرقم بتاعه اللي هو الرقم الموجود بره على الفايل. ممكن نبقى نوريه لكم دلوقتي تاني. خلاص، وتراجعوا كويس طبعا. بس تمام كده، كده المفروض احنا صلحنا الحتة دي. خلاص، نيجي عن ده ملف ايه الزوج عشان ما ننساش. المفروض بنعمل ريكورد عند اي خطوة نسجلها، والريكوردينج دان. المفروض برضو في خطوات دي بتاعت الزوج، خلينا نعمله ديبوزيت ونرجع للفايل بتاع الزوجة تاني. تمام، ناو فاليد. طبعا بتعمل فولوينج عشان تخش على الخطوة التانية، وده الفايل اهو المفروض بيدخل لك على الدوكيمنت، وبعد كده بتديك الفايل نمبر وتاريخ التقديم. هتعمل فولوينج تاني، بس بتختار السيتي هنا انت اهي، ان انت بتشهد ان الكلام ده صح كله، والمكان اللي انت قاعد فيه السيتي اهي، يعني هنكتب كويت سيتي، والتريتوري او البلد يعني اللي انت عايش فيها كويت برضو. انا نطلعها من الاختيارات سواء حرف كي، وادي كويت. تمام، برضو زي الحاجة اللي احنا اتفقناها، بتختار كويت ومعلقة، مش مشكلة، انت اخترت الاختيار الصح، ده اللي هو اللون الجري عليها، يبقى انت كده مختار. تمام، بس تعمل سبميت. زي ما اتفقنا الموقع فيه عيوب كتير، بس هو قال خلاص اتقبل. تمام بس، وبتعمل خلاص كده كملت الاربع خطوات، لغاية السمري بتعمل ليف. ليف قال لك خلاص اهو، your declaration of interest is valid, update received at the ministry. ده خلي بالك الزوج، مش اللي احنا شغالين فيه طول الفيديو دلوقتي. هنرجع تاني اللي بتاع الزوجة عشان المفروض نلاقي المشكلة اتحلت. تمام، برضو هي القريمة، وهنخش على السيشن بالبيانات اللي احنا كنا مسجلينها. ونعمل لوج ان. برضو النت ساعات يعمل الحركات دي. هنوقف في اللاين تاني. كويس ان بتطلع بعض المشاكل في اثناء الفيديو، عشان ايه؟ تبقى بسهولة ان انت لو قابلتك وانت بتعمل الابليكيشن بتاعك تعرف ايه اللي انت تواجهها، وتبقى عندك السهولة في مواجهة المشاكل اللي بتطلع على السايت دي. تمام، المفروض ننتظر ان هو يدخل. برضو بيعلق ويرجع تاني زي ما اتفقنا، دي مشاكل سايت عادي، مش عايزينك انت لو انت بتقدم انت تزهق، لان زي ما اتفقنا في مشاكل تقنية واضحة على السايت. بس هيخش بقى تاني اهو، متفضلنا احنا كنا عملنا الفيديو يمكن من يومين، وقالك يوم 28، فاضل 28 يوم اللي هو 30 يوم اللي اتفقنا الفترة المهلة اللي انت تخلص الابليكيشن بتاعك فيها. هنيجي قلنا على اليمين ونفتح ال3 نقط دول ونكمل continue my registration. بس هنفتح اللي كده كله اخضر زي ما احنا شايفين، بس لان هي الحته اللي انت كانت واقفه معانا خلاص اتحلت من عند الزوج. تعال ناكد بس الحته دي كده، اللي هو ان الزوج اهو كان مكتوب اسمه، وهل هو عامل فايل ولا لا، وبرضه ناكد رقم الفايل. بس هو خلاص واضح ان هي اقدرت ان كده المعامله تمام، يعني
G1819 7103. خلاص تمام كده، ده ايه كله تمام، المفروض كده كل حاجة خلصت. نأكد بقى ان انت هتيجي نبدأ نعمل ديبوزيت. ديبوزيت لو زي ما اتفقنا اللي احنا نرميه جوه، او نرميه جوه المانستري اللي هي في كندا، يعني اللي انت زي اكنك بتسقط جواب في البوستة او في صندوق البريد. خلاص اول خطوة قلنا اتفقنا على الفولوينج، خلاص بيجيب لك الملخص، الاسم صاحب الملف والرقم الملف، تعمل فولوينج تاني. خلاص ان هو بيقول لك انت بتشهد، لازم تعلم على دي اهي، انا بشهد ان الكلام ده كله صح، وبكتب المدينة اللي انا قاعد فيها، مثلا الكويت، انت عارف اسكندرية، في مصر، في اي حتة في العالم تكتب. وزي ما اتفقنا هنا برضو هنختار حرف الكي كويت، او انت قاعد في مصر برضو بص نفس المشكلة عادي، طالما انت مختار صح خلاص تمام. ونعمل خلاص كده تمام، سبميت. بس كده بيقول لك ايه، لو طلعت فوق اهي خلاص، your request has been submitted successfully، انت اتقبل الطلب بتاعك. وبنعمل ليف، هنطلع بره يقول لك ايه، خلاص بقى ان الطلب اهو، رقم الملف، نوع الملف قلناه، الديبوزيت ديت المفروض انت دخلته النهارده، هي ممكن تعدل بعد كده، وريسيفد خلاص. اما هل الستيتس دي تبقى ان هي ريسيفد ات ذا منستري، اتقبل في الوزاره هناك بتاعه الهجره، وبيبدا طبعا يتشاف بقى، هو بيتعمل له سكور ده خلاص. والديكلاريشن فاليد يقول لك ايه بالتاريخ بتاعه يعني. بس كده تمام التمام. هنجرب برضو اللي احنا المفروض نخرج وتيجي تبدأ تخش تاني عشان نشوف ايه الوضع. المفروض طبعا بيبقى بيبعته ايميل، هبعتولك ايميل اللي انت عملت خلاص، يعني انت خلصت عملية التقديم وانما الريكوست اتقبل. وطبعا الحاجة اللي شفناها ان احنا ما عملنا ابديت في ملف الزوج، لان هو عمل تاني فتح كأنه قدامك شهر عشان تكمل الابديت، يعني انت كل ابديت بتعمله بيفتح لك مسافة شهر. بص بقى دلوقتي التغيير اللي حصل اهو، خلاص ان قال لك رقم الملف كذا، النوع الفايل، قال لك الديبوزيت ديت، التاريخ اللي التسقيط زي ما قلنا، الظرف جوه الصندوق ده حصل في التاريخ بالظبط في اللحظة اهي. ستيتس بقت تيبلد، ان هو ده اتعمل له تيبل تيبلنج يعني، او خلاص الجدول يعني بمعنى العربي زي ما بنقول. بس والمسج دي يقول لك الديكلاريشن اوف انترست بتاعتك خلاص، باللي انت الكيفيه اللي انت دخلتها دي صالح معاك لغايه 2019 سنه من تاريخ اليوم، هو سنه تقدر تعدل، تخش امتحان فرنش، تعدل درجاتك، تخش تاني على السايت بنفس الطريقه، تعمل اديت ويتعمل لك برضو ابديت جديد، وتعمل ديبوز الجديد بالابديت الجديد لغاية 2019. عند التاريخ ده بالظبط في نفس الساعة يتقفل الفايل لو ما جابش اي نتيجة، وتفتح واحد جديد بنفس الطريقة. يا رب يكون الفيديو كان مفيد ليكو، واتمنى يكون في تواصل، وان اي حاجة عايزينها، سؤال عايزينه، حد واقف معايا مش عارف يطلع البكالوريوس بتاعه، ممكن نظبطها سوا. شكرا ليكو، ونتقابل في فيديوهات تانية.